السلام عليكم. الحمد لله على سلامتي يا جماعه. طيب عايزه اقول لكم الحاجه اللي جبتها من اسوان، وعلى قد ما افتكر هقول لكم اسعار على قد ما افتكر. بصوا بقى، بسم الله. دول طبعا عرايس كده جبتهم من هناك، زي ست وشايله ده رز ملون اللي فوق ده. بصوا بقى، دي الواحده ب 20 جنيه، كان في ناس بتبيعها ب 20 اصبحت ب 25، فانا جبت من هنا ومن هنا، وفي منها اللي هو زي الراجل ده اهو. كريم بقى جاب دي من هناك، جابها لي عشان احطها هنا. دي كانت عامله 60 تقريبا، عشان خاطر فيها شغل كتير هاند ميد وكده، وكان في منها ب 90 وكان في منها ب 140 على حسب حجم المركب، فاحنا جبنا دي. ماشي، دول بقى جبناهم كتير عشان عجبوني بصراحه، كنت كل ما امشي في حته الاقي يعجبنا اجيب منهم. دي طاقيه انا جبتها لمحمد، هي بتوسع. ماشي، هو يحشر راسه فيها بقى ويلبسها، بس طبعا اللي شبطانه فيها ولابسها اليومين دول صدفه مع الجلابيه البيضة اللي زي دي. جبت لها زي دي بيضه بس حضرتها في الغساله بتتغسل، واختي دي بالظبط بيضه، وجبت لها الخضره دي كمان اهي. بصوا، فهي لابساها مع الطاقيه. ده كوستر بتاع اتحط تحت الشاي، جبت الثلاثه اهم، اللي مشغل تليفونه يقفله. جبت كوستر، خليها تقفل تليفونها. جبت كوستر اهو اتحط تحت الشاي، دي ب 10 جنيه تقريبا، اللي هي دي اهي الصغيره تقريبا. وجبت بقى الكبير بيتحط تحت الطباق على السفره عشان الازاز ما يطقش اهي، عجبوني بصراحه دول. جبت دي وجبت الموف وجبت دي كمان، وجبت واحده حمراء حطها على السفره، وجبت دول اللي هم بقى بتوع زي هو قال لي زمان كانوا كده، ودي كانوا بيغطوا بيها الاكل كمان، بيحطوا الاكل في الطبق ويغطوا بدي الاكل. فانا لما اكون حاطه اكل في طبق ولا حاجه ممكن اغطي بيه كده يعني. حلوين بصراحه، عجبوني، قلت اغير من اللي عندي، يبقى حتى مدين بهجه وفرحه في البيت كده. طبعا ده الحاجه اللي الناس كلها تقول لك اسوان من اسوان من اسوان. طبعا الراجل لفف لي الشنطه 600 لفه عشان خاطر المطار. بس عايزه اقول لكم ناس محترمين جدا وطيبين، اهل النوبه. واحد يعني زعل ان هو رجع، بس رايحين تاني ان شاء الله. ده زهرة الكركديه، كركديه الدان، اللي هي الزهرة نفسها مش مكسر. بصوا الواحدة بواحدتها اهي. غير بقى عايزة اقول لكم ريحته حلوة، ريحته حلوة جدا اهو. زهرة الكركديه اهو، حلو حلو حلو، شايفينه اهو. جبت بقى للحبايب ولاصحاب الحبايب والقرايب والنسايب وكده يعني. ايه تاني جبناه من هناك؟ ده طبعا السوداني الاسواني اهو، السوداني الاسواني اهو، جبنا من هناك برضو حبه حلوين كده اهو. السوداني من هناك الكركديه كيلو ب 150، اما ده السوداني الكيلو ب 80. تمام، السوداني الكيلو ب 80. ده تاني، دي بقى ايه اول ما جبتها، فانا ايه ماشيه في المطار ماسكاه بيدي كريم بيقول لي ايه اوعى الجهاز اوعى الجهاز، زي فيلم عادل امام لما كان شايلها على كتفه وطلع بها الطياره. فانا لو كان راجل في العطار مديها لي كده، كريم قال لي تكون هيطلع بها الطياره، لقيت راجل موظف تحت بيقول تطلع بها الطياره، قلت له اه. كريم بيقول لي بس شيلها على كتفك وانت طالعه، ومسك طرف هدومك في بقك وقول لي اوعى الجهاز اوعى الجهاز طول ما انت طالعه. فطبعا اهو ايوه كده، ده كركديه برضو اهو. بسم الله، ده كركديه برضو اهو. اوعى الجاز. دي بقى بهارات، انا اكل البهارات هناك حلوه جدا، حلوه حلوه يعني. ده بتاع كده عشبة فيها ليمون، تتغلي للبرد ويحطوه على غسيل الفراخ وبيعملوا فيها حلوة حلوة حلوة. ركز ب 20 جنيه اهو. دي ملوخية ناشفة ب 35 جنيه كيس اهو، بس الملوخية الناشفة هناك دي على ابوه هناك فظيعة يعني، كنا بناكلها في الفندق كل يوم. دي حنة كيس ب 45، بس دول كيسين مش كيس.
بص اهو، دي سيجار، دي القرفة السيجار، دي كي ده ب400 كيلو تقريبا تقريبا. الفلفل الاسود ب130 الكيلو اهو، الابيض ب230 اهو برضو، الكزبرة تقريبا ب85. طبعا كل حاجة جبتها حصى انا هبقى اطحنها معاكم. الكمون ب280 البلدي، الكمون ب280 برضه اهو حصى. جبت ايه تاني؟ تقريبا ما جبتش حاجه تاني. بس ده بقى ده تنت حجاره كده ملونه، حجاره بصوا زي زلط كده، زلط ملون اللون ده. ده تحمري بقى خدودك، تحمري كعب رجلك، تحمري اللي تحمريه اهو. بخور، شنطه البخور جوه، اصبر هما جابها. بسم الله بسم الله، ده بخور، ده بيقول لي ريحته اللي هي ريحه اول ما اروح الحرم المك كده ان شاء الله ربنا يكتبها لي عمره اهو. ده الجرام منه ب2 جنيه تقريبا تقريبا، وده صندل الجرام منه، ده الجرام ب2.5، وده الجرام ب2 جنيه، يعني الحبة دول ب100 جنيه وشوية، وده الجرام بجنيه، معرفش ده ايه بس انا مش فاكرة بقى. عايزة اقول لكم الكيس ده انا كنت رابطاه في طرف كيس في طرف شنطتي عشان ما يكرفش مع الحاجات دي، وطلعت المطار ودخلت وخرجت ورحت وجيت ونزلت وطلعت وهو مربوط في طرف شنطتي وانا زي الهطلة ماشية بيه. ده تنت عشان تمسكيه تلوني بيه كعب رجلك، عارفه الكعب اللي بتحبيه احمر ده؟ هو ده. شوفي جبت لك قد ايه؟ هجيب لك بطرمان من جوه او علبه احطيهم فيه، ما تديش لحد. ده انا وحدي بس، ده انا وماما. ماشي. ده بقى الكارثه. الكارثه 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 اللي ما كانوش طلعونا بها الطياره. سمكه. الكارثه. جواها سمكه. فسيخ. بصوا بقى، هات لها بطرمان، عايزين بطرمان للافا عشان نحط لها فيه التنت الاحمر بتاعها، صح يا لافا؟ ايوه كده. الراجل بصراحه الله يبارك له، بصوا حطهم اللي جاب لنا الفسيخ ده، حماده اللي شغال في الفندق قال لي هلفولك لفه بقى عشان ايه، ومش باين روحها اصلا لما يكل. وملفوف في ورقه، ورقه اللي هي بتاعت الجزار دي، ورقه الاسمنت دي. ايه ده؟ ده فسيخ. ده فسيخ. بص اهو. ده؟ بصوا. هم عندهم اسمها ملوحه، بس دي بتلاقيها حادقه جدا. عايزه تدوقي؟ حادقه قوي، انت لسه دوقتيها. دي حلوه. تلاقيها حادقه قوي يا لابا دي قوي. ومفيش واحده حادقه؟ هنشوف تحاضها ولا لا. دخل جوه اللي ملوحه مش فسيخ، ملوحه دي حته ملوحه. دوقي كده افتحي. ايه ده؟ دوقي كده مش نطهم تحت الكوبايات، مش حادقه دي حلوه. للاسف ما ينفعش اكل منها حادقه. حلوه صح؟ شوكه دي حلوه، حلوه قوي. ماشي. انا عن نفسي هحشها في الحش، انا بحب الملوح، هحش منها واحده في الفريزر ان شاء الله لما نتاهل كده ان شاء الله ابقى اكلها ان شاء الله. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله يا جماعه. دي حاجه اللي جبتها من اسوان. اسوان دي ودي عدايس مين؟ هنحطهم فين؟ اوضه لافا. نحط شويه اوضه لافا وشويه هنا. عايزه اقول لكم اسوان حلوه قوي قوي قوي، فيها اماكن للدهيه. عشان كنت احط فيه الفسيخ بس لا هخليه في المطبخ، نقسمه في المطبخ. وبجد روحوا اسوان يا جماعه، جميله جميله جدا. انا خساره ما لحقتش الفها، مش انا قلت لكم لبق كله بست ايام. ايه؟
اذا نشوفهم على خير بقى ان شاء الله. قولهم باي باي. وريهم. طب وريهم كده ايدي وسخه. بص ايديا مطرحه طولها. اعمل واحد. طب اغسل ايه؟ طيب ده كمون. قول لهم الكمون انت. ايوه هو ده. ده كمون اهو. فضيه ماما في. لا انا فضيه في البطلون لما اخش المطبخ. قول لهم الملوخيه الناشفه. طب معلش ايدي ايدي. بصي ماما فضيه الطبق المطبخ. لا نخش المطبخ نفضيه في البطلون ونصوره ونوريه لهم برضه. ماشي؟ يلا ماما نخش المطبخ ونخش نصور في المطبخ. نكمل في المطبخ ها ونقول لهم الكعب بتاع الرجل ده. عايزين نحطه في بطرمان. طب اقوم اشوف بطرمان. باي باي.